نيابة عن صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 أعمال المؤتمر المرأة البحرينية والهندسة استدامة الإنجاز بأسس وطنية نحو تنافسية دولية. ويأتي هذا المؤتمر الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي وبتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وجمعية المهندسين البحرينية كأحد الأنشطة الرئيسية المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال الهندسي. وبهذه المناسبة رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة شكره وتقديره إلى صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تفضل سموها برعاية هذا المؤتمر وتكليفه بافتتاحه نيابة عن سموها. وأوضح معالي أن المرأة البحرينية تركت بصمات واضحة في مختلف القطاعات واستطاعت تحقيق إنجازات ماثلة للعيان. ومن هنا نتبع أهمية مؤتمر المرأة البحرينية والهندسة في جمع كل الجهات المعنية بتعزيز حضور المرأة في القطاع الهندسي ومناقشة الفرص والتحديات أمامها. وتبع معاليه قائلا: نجدها مناسبة سانحة لنستذكر بكل تقدير وعرفان المؤسسات الأولى من المهندسات البحرينيات التي شاركنا معنا في انطلاقة وزارة الإسكان في عام 1975 وجمعية المهندسين البحرينية قبلها في العام 1972، الأمر الذي يدعونا لنعرب جميعا عن فخرنا واعتزازنا بما تمتلكه البحرين من كوادر نسائية بارزة في مختلف المجالات الهندسية. كما نوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بما سيتمخض عنه يوم المرأة البحرينية من مخرجات هذا العام ستسهم في تعزيز حضور المرأة البحرينية في قطاع حيوي وأساسي جدا في نهضة الدول ألا وهو القطاع الهندسي، وتوثيق مسيرة نجاحها والدفع قدما بمسيرة ارتقائها وصولا لأعلى المناصب في القطاعين العام والخاص. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة أكدت فيها أن هذا المؤتمر خير منصة للتشاور حول التوجهات المستقبلية لمشاركة المرأة في مجال العمل الهندسي. في مستهل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة البحرينية والهندسة، استعرض المجلس الأعلى للمرأة بالإحصائيات والأرقام ما وصلت إليه المرأة البحرينية من تطور وتقدم على كافة المستويات. نود الإشارة هنا وبشكل سريع إلى نتائج التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين للعام 2017 الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلت البحرين في المركز الثالث عربياً ومتقدمة 46 رتبة على مستوى التوازن بين الجنسين في محور الدخل التقديري، كما استطاعت أن تغلق ما نسبته 54% من الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، وأن تقترب من الغلق التام للفجوة على مستوى التحصيل العلمي وجودة الحياة. وتأتي هذه النتائج العالمية
كانعكاس طبيعي لما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير لدعم النهضة النسائية العريقة للمرأة البحرينية والتي تحتضنها إرادة ملكية سباقة تجعل من مشاركة المرأة وحضورها مرتكز البناء والتنمية ضمن الحراك الوطني. أكثر من 40 عاما والمرأة البحرينية تخوض مجال العمل في القطاع الهندسي لتكون من الرائدات اليوم وتحصد إنجازات تؤهلها لتكون في الصدارة. في الحقيقة اهتمامهم في المجال الهندسي لبعد جدا كبير، وخصوصا في هذه المرحلة بالتحديد والتي نشهد فيها يعني إقبال كبير من قبل المرأة البحرينية في مجال الهندسة بمختلف تخصصاته. وأيضا تتسم أهمية هذا المؤتمر، والبحرين تشهد طفرة عمرانية في مختلف المجالات. المرأة لها دور مهم في التطور الحضاري المدني في البناء من قديم الزمان، يمكن الحين اللي بس تسلط عليه الضوء وصار يطلع للمجتمع المدني وللمجتمع الخارجي، لكن طول عمرها ما شاء الله المرأة البحرينية طول عمرها رائدة في هذا المجال. طبعا المرأة في المجال الهندسي تشكل قطاع كبير من قطاعات المجتمع التي تمارس فيه المرأة واجباتها كامرأة عاملة، وهي يعني تعمل في القطاعين العام والخاص بكل كفاءة واقتدار. خاضت غمار هذا المجال منذ سنوات طويلة وأثبتت كما بينا بعد جدارتها في العمل، وأصبح يشهد لها بالبنان. طبعا دور المرأة المهندسة يعني دور أساسي. اليوم المرأة البحرينية أثبتت جدارة وأثبتت أن هي كامرأة مهندسة قادرة أن هي تكون متواجدة على صعيد المهنة في كافة المجالات. المرأة خطت خطوات كثير كبيرة في على مستوى البحرين. إحنا يمكن نكون في البحرين من أوائل الدول على مستوى الخليج العربي اللي صار فيها مهندسات وأثبتوا نفسهم بجدارة وقدروا يوازنون بين طبيعة عملهم وبين حياتهم الأسرية، ونجحوا على مستوى اللي هم وصلوا له حد وكلاء وزارة في المجال الهندسي، وهذا تشريف بالنسبة لنا وإنجاز عظيم للمرأة المهندسة يثبت قدرة المرأة البحرينية على تولي مهام قيادية في المجال الهندسي. وفي حلقة نقاشية حول تمكين المرأة المهندسة في ضوء الأجندة الحضرية الجديدة، تم التأكيد على ضرورة توسيع نطاق دور المرأة في القطاع الهندسي. هناك دور كبير للمرأة، وخاصة بمعرفتها على الجوانب التنموية والحياتية سواء للمرأة والطفل وأفراد المجتمع المختلفين، والاحتياجات التي يجب أن توضع في الاعتبار عند تخطيط المدن وتطويرها وعند الأعمال الخاصة بالتنمية والهندسة. وأعتقد أن المرأة بصفة عامة قد أثبتت وجودها في المجال الهندسي بصفة خاصة وفي المجال التنموي بصفة عامة. نجد المرأة والمهندسة في دور قيادي في الشركات في مؤسسات الدولة. المؤتمر سلط الضوء على مسيرة المرأة في القطاع الهندسي ورصد النماذج المشرفة التي توجت هذه المسيرة بإنجازات نوعية وكبيرة. رصد وتحليل واقع المهندسة البحرينية في سوق العمل جاء من أجل معالجة التحديات وإيجاد سياسات تضمن استدامتها في القطاع الهندسي، وهذا هو شعار هذا المؤتمر. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.